يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني لهذا اليوم فابقني لأمثاله، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والورع عن محارمه واتباع خلفائه محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف وأن يخلق الخلق لكي يعرف، ابتدأ الخلق بإنسان، فكان أول مخلوق هو النور أو العقل الذي ترشح من القرآن أو من الحجاب، وهو محمد صلى الله عليه وآله. ويبين لنا في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وكان الخلق هو محمد، ثم من بعد محمد صلوات الله عليه وآله اشتق الله من نوره نور علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. وأيضا بين لنا بأنه لولا محمد وعلي وفاطمة لما خلق الله الكون برمته بجميع عوالمه. فيا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. إذن محور العالم هو إنسان، وابتداء العالم بإنسان، وصار هذا الإنسان هو الذي به يعرف الله عز وجل، وبه يعبد، وبه افتتاح أسماء الله الحسنى، وبه افتتاح خلافة الله في هذه الأرض، وبه يختم الله العالم أيضا. حتى في كتاب الله الكريم تجد بأن رشحات النور الإلهي صارت في إنسان، ثم تقطرت منه لإنسان، ومنه رشح العلم للناس. فابتدأ الله أيضا كتابه في هذا العالم بإنسان وأنهاه بالناس. كيف؟ حينما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة بحد ذاتها هي بيان لأركان الهدى الثلاثة، أو الذات وبابها الباطن والظاهر، أو بتعبير آخر ابتدأ بمحمد وعلي وفاطمة عليهم السلام. وإذا دققنا النظر أكثر نجد أن القرآن ابتدأ كلامه بعلي عليه السلام. كيف؟ يقول علي عليه السلام: القرآن كله في الفاتحة، والفاتحة كلها في البسملة، والبسملة كلها في الباء، وأنا نقطة الباء. كيف يعني نقطة الباء؟ البعض يتصور على أنه نقطة الباء هي النقطة الموجودة اليوم في حرف الباء، يعني ينظر إلى الخط، إلى النقش الموجود،
وهذا طبعا حينما القول هذا لا يصلح مع ما نجده في زمن علي عليه السلام، إذ أن القرآن لم يكن منقط في ذلك الزمان، فكيف يكون علي هو نقطة الباء ولم تكن نقاط، إنما تنقيط القرآن جاء في عصر متأخر عن عصر علي عليه السلام. في الحقيقة أنه كما يبينها القائم عليه السلام على أنه كل خط يبدأ بنقطة، لأن الخط عبارة عن مجموعة نقاط متصلة، فإذا كان الخط يبدأ بنقطة إذن أول نقطة رشحت من القلم في خط الباء كانت هي علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان ابتداء القرآن هو علي، وهذا حقيقة أن علي سلام الله عليه هو نقطة الباء، يعني أول ما جر القلم بالعلم الإلهي كان هو علي صلوات الله وسلامه عليه. ومنه يخرج العلم إلى الناس، فابتدأ القرآن بعلي وانتهى بكلمة الناس ليبين لنا على أنه يا أيها الناس أنكم لابد أن تتعلموا من علي وأن ترجعوا إلى علي وأن تقتبسوا من نور علي، وإذا أردتم أن تفهموا القرآن وتلتمسوا من نور القرآن إذن ما عليكم إلا أن تقتدوا بعلي وتجعلوه إماما لكم، فبه حفظنا القرآن وأحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علي هو الإنسان الكامل الذي منه خلق الله سبحانه وتعالى الكون برمته بعد أن اشتقه من محمد ومن نور محمد صلى الله عليه وآله. ثم شاء الله أن يجعل علي يأتي لينير هذا العالم في 13 من رجب، فولد علي صلوات الله وسلامه عليه. وحتى ولادته كانت أيضا فيها آية للناس، كيف علي ولد في الكعبة، والمعروف على أن الكعبة هي القبلة الحقيقية التي يتوجه لها الناس، لكن هل هذا الفهم على أن الكعبة هي القبلة التي يتوجه لها الناس هو فهم حقيقي أو هو فهم ظاهري فيه أخطاء؟ لابد أن نفهم على أنه لماذا ولد علي في الكعبة وعلى ماذا يدل. ولادة علي في الكعبة صلوات الله وسلامه عليه إشارة من الله واضحة على أنه القبلة التي يتوجه لها الناس هذه قبلة ظاهرية، والقبلة الحقيقية هي خليفة الله وهو علي صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يتوجه إلى الله توجها حقيقيا لابد أن يجعل علي هو قبلته لكي يقبل منه التوجه. أما من يتوجه إلى الأحجار وإلى الكعبة من دون أن يتوجه بعلي سلام الله عليه ويقتدي بعلي ويوالي علي، لا فائدة من توجهه إلى هذه الأحجار. الله ابتدأ الكون بإنسان ولم يبتدئه بأحجار، فإذا القيمة الحقيقية هي للإنسان. القرآن أحصاه في إنسان، ابتدأه بإنسان، عرف الله بإنسان، خلق الكون لأجل إنسان، والكعبة من ضمن هذا الكون الذي خلق لأجل الإنسان. فإذا القبلة الحقيقية هي علي سلام الله عليه، ووضعت هذه الكعبة وهذه القبلة للدلالة على علي، ووضع أيضا في ركنها الحجر اليماني اللي هو يمثل حجر العهد والميثاق المأخوذ على الناس في عالم الأنفس وفي امتحان الذر بولاية علي، لكي يذكرهم يا أيها الناس أنتم تطوفون حول الكعبة وقد بايعتم علي سابقا، إذن بايعوه في هذا العالم وأقروا بولاية علي، فمن لا يقر بولاية علي في هذا العالم فقد نقض العهد والميثاق المأخوذ عليه. وحتى حينما تطوف بالكعبة
تصل إلى الحجر اليماني أو الركن الذي فيه الحجر، ماذا تقول؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، فاشهد لي بالموافاة. بماذا؟ بالموافاة بالعهد المأخوذ علي بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن علي شرف الكعبة بولادته فيها، وسميت الكعبة مشرفة لأن علي سلام الله عليه ولد فيها، لأن ابتداء الخلق جعل فيها. فإذا مو كرامة لعلي سلام الله عليه أنه ولد في الكعبة، لا، علي يشرف العالم بأجمعه، به فتح الله وبه يختم وبه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من عرفه فقد عرف الله، من جهله فقد جهل الله، من اعتصم به فقد اعتصم بالله، من تخلى عنه فقد تخلى عن الله. قرأوا هذه الحقائق في زيارة الجامعة وغيرها من أحاديث النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يبينون لنا فضل علي سلام الله عليه وحقيقة علي. وأيضا من ضمن ما كلف به القائم سلام الله عليه أنه لابد أن يبين لنا العلم الإلهي، ومن ضمن العلم أن يبين لنا حقيقة محمد وآل محمد على حبهم صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. إذن علي سلام الله عليه ولد في الكعبة لأنه الجوهر الحقيقية والقبلة الحقيقية التي جعلت الكعبة دلالة عليه، وليس هو الدليل على الكعبة. فعلي صلوات الله وسلامه عليه فضله لا يحصى، فقد اشتق الله له اسما من اسمه وقال في حقه: إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي، وهذا ما حصل في فتح مكة، ويقدسني ويسبحني فطوبى لمن أحبه وأطاعه وويل لمن أبغضه وعصاه. لكن قد يسأل البعض: لماذا جعل هذا الفضل لعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني المفروض أن الإنسان الكل سواسية، كل البشر، ولا فضل لأحد على أحد. بعد ذلك تأتي المفاضلة حينما يخوض الإنسان الامتحان، فتبدأ المفاضلة بين هذا وذاك. هذا الكلام ينطبق على عالمنا الظاهري، اللي في حقيقتنا نحن لا نعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ونجهل كثير من الحقائق. أما في علم الله عز وجل فقد علم مقام كل إنسان منا، وحينما يوجده في هذا العالم الدنيوي ويولد بالولادة الطبيعية يكون الجسد حاجبا له عن الحقيقة التي انبثق منها وعن مقام الحقيقي الذي عرف من أول امتحان خاضه الإنسان. بعد ذلك يبدأ يستذكر ويصل إلى المقام الذي وصل إليه سابقا والحقيقة التي انبثق منها وأتى إلى هذا العالم. فهذا العالم هو أدنى العوالم وآخر امتحان قبل امتحان الرجعة يخوضه الإنسان، فهنالك نتائج حقيقية حصلت للإنسان وتحققت فيما مضى. مع ذلك نأتي إلى هذا العالم الظاهري، العالم الدنيوي اللي هو الامتحان ما قبل الأخير الذي خاضه الإنسان أو يخوضه، لنجد لماذا فضل الله علي على غيره. أنقل كلمة عن السيد أحمد الحسن عليه السلام يقول في فضل علي: علي صلوات الله عليه
نصر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في أول بعثته، فكان أول المؤمنين. هذا بداية. ثم وهو شاب صغير في العمر قدم حياته قرباناً بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيف؟ حينما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله، ويعلم أن القوم أقدموا على قتل علي، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هو فداء حقيقي، يعني مقتول. إلا الحفظ الإلهي الذي يأتي لحفظ علي سلام الله عليه. وفي كل مرة، يعني حينما يدخل في المعارك التي يخوضها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرج بجرح أو جروح مميتة، ولكنها لا تثنيه أن يتقدم للموت مرة أخرى. ثم ماذا قدم علي سلام الله عليه؟ يقول عليه السلام: قدم عبادة وإخلاصا، تصدق بكل ما يملك. طبعا بكل ما يملك مو مسألة التصدق بالأمور المادية، يعني الأموال. علي لم يبق شيء، يعمل ويحفر الآبار ويحرث الأراضي وغيرها من الأعمال الشاقة التي يؤديها، وينفق ما يحصل عليه كله في سبيل الله. علي من أغنياء العرب، يعني مو فقير. اللي يفهم أن علي سلام الله عليه فقير هذا غلطان مشتبه. نعم، علي عاش حياة الفقراء. لماذا؟ لأنه كل الأموال التي تأتيه كان ينفقها في سبيل الله. وإلا لحد الآن صدقة جارية أبيار علي، ما من شخص يذهب إلى الحج من طريق المدينة إلا ويختسل فيها. هاي فقط هي مورد يدر عليه الأرباح. الأراضي الزراعية التي كانت ملكا لهم بني هاشم ملوك العرب، فكانوا من الأغنياء. فقط البويبغة كان يأتيه منها أكثر من 10,000 دينار ذهب، يعني 10,000 مثقال ذهب. واحسب أنت كم يساوي فيه، هذا إنسان فقير، الخمس الذي يجبى لآل محمد. وهذه سيرتهم إلى أن تجد الآن الإمام الذي تعاشره أحمد الحسن سلام الله عليه نفس السيرة، أيضا غني، لكنه كل ما يحصل عليه ينفقه في سبيل الله، ويعيش حال أبسط الناس. ما طعامه إلا الجشب، وما لباسه إلا الخشن. فهذا حياة علي سلام الله عليه، ينفق تصدق بكل شيء، فضلا عن حياة اللي بذلها في سبيل الله. فتصدق بكل ما يملك، بخاتمه وطعامه وهو صائم. ونزل فيه، يعني ما كان سلام الله عليه ليعلم به أحد لولا أن الله أنزل قرآنا بذكر فعله. تصدق بخاتمه، أنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وغيره يقول: تصدقت بألف خاتم وما نزلت بي آية، وحتى حديث ما نزل بي. إلى أن هو بدأ يكشف عن مسألة أنه تصدقت بكذا عدد من الخواتم. مسألة راجعة لنية الإنسان. وأما إطعام الطعام، صائم وثلاثة أيام متوالية هو وأطفاله وزوجته، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هاي ما صرح بها علي ولا محمد صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى بيّن فضلهم في كتابه الكريم: وما كان ليعلم به أحد لولا أن الله أنزل قرآنا بذكر فعله. كان علي صلوات الله عليه يخفي بكاءه بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى عن فاطمة صلوات الله عليها. وكان علي سحق أناه ولم يطلب أن يذكر، يعني ما فعل هذه الأفعال، شارك في الحروب أو عبد الله، بكى بين يديه، تصدق، تعلم، علم، فعل ما فعل لكي يذكره الناس. لا، قرب إلى الله ولم يحب أن يذكر، لكن شاء الله أن يذكره ويذكر به الناس لكي يبين فضله، ويقول لهم: هذا ما جعلني أفضل علي على سائر الخلق. فإذا علي صلوات الله وسلامه عليه لا يحصي أحد فضله. وهذا شيء مما وصل لنا عن علي، شيء مما فهمناه وعرفناه عن علي. أما في حقيقة علي، ليس مثلي ومثلك والناس، يعني ممكن عامة الناس أن نفهم، لأنه هذا شخص ما عرفه إلا الله ومحمد صلى الله عليه وآله.
فكيف نحيط به أو نبين كلمات في فضله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أن الله جل جلاله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بعد ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ومن أصغى هسه اللي يتكلم واللي كتب الآن، من أصغى مثل جنابكم الآن حاضرين تستمعون إلى فضائل علي، ماذا يترتب عليها؟ يقول من أصغى إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب في فضائل علي غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال صلى الله عليه وآله: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد من عباده كلهم إلا بولايته والبراءة من أعدائه. على حبه صلوا وسلموا تسليما. إذن علي سبق سبقا بعيدا وأتعب من يأتي من بعده تعبا شديدا، لكن أين نحن اليوم من علي سلام الله عليه؟ قالها: أنكم لن تقدروا على ذلك، ولكن أعينوني بعفة وسداد وورع واجتهاد. لكن المفروض أن نعين علي سلام الله عليه في اتباع سيرته والاقتداء بسنته. فعلي سلام الله عليه، أين نحن اليوم من نصرة المظلوم وأخذ حقه، إذ يتجلى ذلك في قوله عليه السلام: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وهذه خلي يسمعها اللي يظلمون عباد الله ويختصبون حقوقهم ويدعون أنهم يوالون علي ويرجون شفاعته، وهو علي نفسه يخاف أن يلقى الله وهو ظالم لأحد من خلقه. ومن الذي ظلمه علي؟ وعلي ظلم ظلما لم يقع على أحد من العباد. أيضا أن أين نحن اليوم من حرية الإنسان التي دعا لها علي عليه السلام وجعلها مبسوطة كل البسط وعلى كل المستويات، سواء الحرية الاعتقادية الدينية أو الثقافية أو السياسية، المبنية على أسس عديدة، منها أن الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. واليوم تلاحظون السياسات العامة كيف تجري، إما أن تكون على معتقدي وإما أن تظلم، إما أن تدخل السجن وتعذب وتكون من المبعدين ويقع عليك أنواع الظلم. لماذا؟ لأنك لا تعتقد بالعقائد الفاسدة التي يعتقد بها الحكام، أو الذين تصدوا باسم الدين وهم على ضلال، حرفوا الدين ويدعون أنهم ينتمون إلى دين علي. أين عدل علي الذي يتغنى به الجميع والذي يمثل الأمل المنشود للمظلومين؟ بل لا وجود لهذا العدل في حكومات الآن التي تدعي أنها من شيعة علي وتوالي علي سلام الله عليه. لا وجود في حكومة علي لمظلوم أو من يكابد مرارة العيش ولا يواسيه عليه السلام، حتى قال: أأقنع من العيش أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الحياة وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع أو لا طمع له بالقرص. واليوم أموال علي، أموال الإمام، تخزن ولا تعطى للفقراء اللي هم أقرب ما يكونوا لتلك المخازن.
إن في حياة علي سلام الله عليه موعظة للمتقين وعبرة للمعتبرين، وإن كنا لا نقدر أن نكون مثله فعلى الأقل لنتبع ما يوصينا به سلام الله عليه، إذ يقول: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأملنا بالله عز وجل كبير أن تعاد سنة علي صلوات الله وسلامه عليه بالقريب العاجل على يدي علي آخر الزمان، الذي هو ابن علي وخليفته المهدي، الذي يعيد الإسلام غضاً طرياً كما بدأ، ويبسط العدل والقسط في أرجاء المعمورة كما ملئ ظلماً وجوراً، والذي أعلن دعوته للعالم كافة أيضاً في مثل يوم ولادة علي صلوات الله عليه في يوم 13 من رجب، ليذكر الناس بولادة علي سلام الله عليه وبالعهد الذي عاهدوه لعلي، ويذكر من يوالون علي بأن هنالك علي وعد بأن يكون في آخر الزمان. ورد في وصية رسول الله التي أملاها رسول الله وكتبها علي، وورد في أحاديث علي وفاطمة والحسن والحسين وباقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يعدون أن هذا الإمام سيكون الذي يمثل سيرة أهل البيت ويخلص الناس من الظلم والفساد ويبسط الأرض في أرجاء المعمورة، وهو يقول عليه السلام: أرجو من الله أن تجد هذه الدعوة، دعوة الإلهية التي ابتدأها أحمد الحسن سلام الله عليه عند العقلاء والباحثين عن الحق صدى، وينتفعوا منها اليوم ويبادروا لمصافحة هذه اليد التي مدها الله لهم، كي لا يندموا غدا إن وجدوا وقتا للندم. ورجائي أن شيعة آل محمد عليهم السلام يصطفون تحت هذه الراية، فهي راية الحق الوحيدة البارزة والمنادية بالحق، الراية الوحيدة التي لم تداهن ولم تدخل فيما دخل فيه أهل الباطل، وهي راية الحق المهدوية التي رفعها إمامنا أحمد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من شيعة علي أول الزمان وعلي آخر الزمان، وأن يجعلنا ممن يرفعون رايته ويقتدون بها ويقتفون أثره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الدعاء المروي عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا المقطع الذي استشهد به قام آل محمد صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الماضي يوم 15 من رجب، الذي هو يعد من أيام التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والعبادة. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي
وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا بمحمد وآل محمد على ذكرهم الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الرجال قدوة حسنة نقتدي بهم كمحمد صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين والأئمة والمهديين وسائر الأنبياء والمرسلين، وجعلهم نوراً يستضاء به، وبيّن مثلهم بين الناس كمثل النجوم في السماء، فمحمد يمثل الشمس ويمثلها في زمانه كل من يمثل محمد صلى الله عليه وآله، والقمر يمثل علي، و كل وصي من أوصياء خلفاء الله في زمانه أيضا يكون القمر تجلي من تجلياته ويشير ويدل عليه، والنجوم والكواكب الأخرى التي تنير لأهل السماء هي بمثابة رسل الله وعباده الصالحين المؤمنين التي تنير لهم طريقهم في وسط الظلام. كذلك جعل لنا الله سبحانه وتعالى أدلاء من النساء على هذا الحق، وجعلهن من النساء اللواتي كملن ووصلن إلى أرقى المراتب في القرب الإلهي، وجعلهن أيضا قدوة يقتدى بها لسائر النساء، بل للرجال شرف أن يقتدوا بهذه النساء، أمثال فاطمة صلوات الله وسلامه عليها اللي جعلها الله سبحانه وتعالى ركن من أركان الهدى واسم من أسمائه الحسنى التي ابتدأ بها، جعلها رحمته التي ادخرها لعباده الصالحين في يوم القيامة، شدة الرحمة يا فاطمة سلام الله عليها. ثم أيضا اشتق لنا من علي وفاطمة امرأة هي مثال للمرأة الصالحة الكاملة التي يقتدى بها، وهي زينب صلوات الله وسلامه عليها، اللي كان في اليوم الماضي يوم استشهاده سلام الله عليها. زينب اللي كانت تمثل الجنب الأخرى من المشروع الإلهي في واقعة الطف، يعني كما أن الحسين سلام الله عليه مارس دوره في الحفاظ على دين الله وبقاء استقامته، كذلك زينب سلام الله عليها هي التي أكملت مشروع الحسين سلام الله عليه، مو فقط مشروع الحسين يعني، بل مشروع الله سبحانه وتعالى، بل حافظت على الخلافة الإلهية من بعد الحسين. إذن كم لها من دور عظيم، يعني هو خليفة الله سبحانه وتعالى، يعني خلفاؤهم الأدلاء عليه. أنت ما رأيك وما هو تصورك لمن يكون محافظاً على استمرار الخلافة الإلهية بعد الحسين سلام الله عليه؟ ولولا وجود زينب لقتل الإمام زين العابدين سلام الله عليه. إذن كما يصفها القائم سلام الله عليه يقول: زينب ابنة علي عليه السلام كانت سبباً في استمرار الإمامة والخلافة الإلهية، فرغم أنها فقدت إمامها وعائلتها، مو فقط يعني أخيها، لا، هو وصف بمقام أنه الإمام، وأنت لاحظ مدى حبك للإمام، أنت من تسمع بمصرع الحسين أو بأذى يصيب إمامك كيف يعني تتألم، شوف المؤمنين من ذاك اليوم وإلى هذا اليوم ينعون الحسين، زين كيف بها وهي شالت المصرع أمامها وبكل جلادة قلب تقف وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. فإذا مصرع الإمام ومثل مصرع الأخ، يعني الأخ تربطك بها عاطفة، لكن الإمام هو الذي تتوجه به إلى الله عز وجل. فلذلك وصفه بأنه إمامها وعائلتها، ما بقى عندها شيء، لا إخوة لا أبناء لا عشيرة لا ناصرين، ومع ذلك زينب بقمة الصبر يعني
ذلك حتى من تصفها تقول أنها جبل الصبر، هم أنت تسيء لها وتقصر في حقها، لأن الجبل شيء مادي والصبر لا يقاس به. نعم هي صبرها صبر الله عز وجل، يعني نزل صبر الله على زينب في كربلاء فكان في أبهى صوره، ووقفت وفقدت خيرة أهل الأرض من أصحاب إخوتها وأبيها، وكل هذا حدث في لحظة لكنها لم تنكسر. يعني مع كل هذا الذي حصل لزينب سلام الله عليه وقفت بكل صلابة. طبعا اللي فرضت جينا الأنانية على الإنسان، طبيعة الإنسان طبيعة خلقه أنه حينما يتعرض إلى مصيبة أو إلى أذى طبيعي سينكسر يعني. وكل واحد منا فاقد أعزاء ومار بهذه الحالة، اللي فاقد أب، اللي فاقد أخ، عم، أم، ابن. أسأل الله يحفظ عوائلكم جميعا ويديم أعمارهم تحت ولاية القائم سلام الله عليه. لكن مع ذلك حالة الحزن التي تمر بها والتي تعاني منها ما توصف يعني، إلا اللي مار بحالتك يحس بها. لكن زينب سلام الله عليه تغلبت على هذه الجينة، وكيف لا تتغلب وهي ابنة علي سلام الله عليه اللي قهرت جينة الأنانية؟ هي أخت أبي الفضل العباس اللي ضرب أروع الأمثلة في التغلب على الجينة الأنانية، لفدى نفسه لأخيه ولم حتى لم يشرب الماء وهو عطشان سلام الله عليه. يعني حقيقة أنه الإنسان يعجز عن الكلام عن آل محمد سلام الله عليه. فزينب سلام الله عليها يقول لكنها لم تنكسر كما تفرضه الحالة الطبيعية لجينية الإنسان، واختارت النهوض فورا. وهذا من اللي قادر على أن ينهض وهو في تلك الحال وقد فقد كل عزيز؟ يعني ما بقى عنده شيء كي يخسر، كل شيء فقده في سبيل الله، ماذا تنتظر منه يعني؟ وقفت بكل صلابة سلام الله عليها، وكانت جيشا وأمة لوحدها في العاشر من المحرم وبعده. وطبعا أهون ما مر عليها في العاشر، يعني مسألة القتل كما يقول إمام، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة، لكن تسبى النساء هذه. أي سبي النساء ليس من الهين على آل محمد يعني. لأن أي واحد بينا لو تعرض عائلته إلى أي أذى أو غريب يتحرش بها، مجرد أن يتحرش شوف أنت شو يصير بيك بعد. وقيس الإمام السجاد يشوف زينب سلام الله عليها تتلوى عليها وعلى متونها سياط أعداء الله، وهم يقدمون مشروع فداء لدين الله حتى يجي أنا وأمثال عوائلهم ما تتعرض للسبي أو غير ذلك، لأن زينب سلام الله عليها وقعت مشروع فداء لتحافظ على عوائل أنصار الإمام المهدي. بعد ما بيكمل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد فلما ولمني وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.